كان التحكيم ماشي حلو قوي في كل المباريات، نمسكوا الخشب تتلعب الكوره وشريف يطلع ويديها لابو تريكه، تحركات دي الكوره حلوه حلوه، تحركات دي الكوره، هل هيعمل ايه؟ هل هيعمل ايه؟ هل في ايه؟ مفيش حاجه، انما في ايه؟ راح الراجل ايه ده؟ هيقول ايه؟ شكلها ضربه جزاء، انما شفت التحرك بدون كوره نجيبها مره ثانيه، يا ريت المخرج طبعا هيجيبها مره ثانيه وشكلها كده ضربة جزاء، إنما أبو تريكة لمح بركات اللمحة بتاعت زمان، ياه 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 على اللي في الملعب. واحد يقول لي يعني ممكن مدرب يغير من أداء لعيبته المنظر ده؟ قال آه طبعا، كابتن طه بقى يجاوبني والكابتن عصام يجاوبني، كابتن طه مدرب كبير قوي وفاهم اللي احنا بنقوله كويس قوي، وهم هم اللعيبة، إنما في تغيير في الانطلاق وفي الأداء وفي 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 هذا لا يعني من انا ما ببخس حق اللي قبل كده، حسام البدري خد الدوري العام وكان عليه شيله تقيله قوي، والله تنفعوا بص التحرك بدون كره الله سابه ومشى وهو مستنيه، بس بركات داخل يقول لك يا رب يا رب مصطفى كمال يوقعني، فما وقعوش اهو كان ودخل على طول. هاني حسن ادي الكره احسن حاجه التحرك ده، انما بركات كان عاوز يجيب ضربه جزاء من مصطفى كمال، مصطفى كمال كان واعي ما عملوش حاجه سابه ودخل هاني وعلى طول صفر محمد عبد القادر ضربه جزاء. هنشوف اهو خلاص صفر الراجل ضربه جزاء في الدقيقه 25 من زمن الشوط الاول من تمريره حلوه، بس الاحلى اللي هي التحرك بدون كره اللي احنا كنا بنقول عليه في الفرق اللي التحرك بدون كره مطلوب. وادي ابو تريكه عاوز يخش نادي المائة عماده يوسف، عنده كم هدف يا عماد؟ عنده 99 هدف انا عارف، بس باكد طبعا لازم اطمئن من عماد وحازم وكريم، وعنده 99 هدف وضربه جزاء للنادي الاهلي، وابو تريكه وجها لوجه لمصطفى كمال. اعصاب خلي بالكم مش هينه ساعتها كده، الجول ده بيبقى زي خرم الابره، انتوا فاكرين هو واسع دلوقتي، انما وسع الجول يبقى بالنسبه له ميدان. اساله الكابتن عصام وكان حارس مرمى مميز طبعا، و ضربه جزاء والناس كلها ايه واقفه على ابو تريكه، وضربه جزاء في الدقيقه 25 للنادي الاهلي. ابو تريكه ابو تريكه ابو تريكه، وهدف هدف المية لابو تريكه. ابو تريكه بيحتفل بمناسبتين، الدقيقه 25 يحط ابو تريكه هدف من ضربه جزاء ويخش نادي المئه مع حسن الشاذلي وحسام حسن ومصطفى رياض وسيد دزوي ومحمود الخطيب واحمد الكاس، يخش النهارده يبقى السابع بتاعهم ابو تريكه بالهدف المية اللي من ضربة جزاء في بالجو بيديني معلومة بقى بيقول لي هو 22 يناير ده اه 22 يناير النهاردة، وهو لابس 22 هنا ما اعرفش ليه زعلانين ولا ايه، ونص ساعة هذه أربع ضربات أهو للمقاصة وعرضية وركب والقايم ولسه وهدف وهدف وهدف، انما هو على طول اهو سامع هيدروس، انا قلت ركب الكوره وانا قلت ركب العارضه ردت وعلى طول ترد له مره ثانيه سامع هيدروس بهدف جميل في الدقيقه 30. سامع هيدروس مش قلت لكم في الدقيقه 30 مباراه فيها اهداف هنا وهنا اهو طلع الراجل فوق، فين الراجل احمد السيد؟ ما نطش احمد السيد، نط سامع هيدروس وراحت له مطرحه مقسومه له وتروح على طول. بصوا هنا فين الراجل اللي بيغطي؟ مفيش احمد السيد، مفيش احمد السيد، كانت هي كورته ديت، انا ببين بس عشان خاطر ايه؟ يبان الهدف جه ازاي؟ رفع الكوره اهو، فين التغطيه العكسيه؟ مفيش، ركب هيدروس ضربه راس، ردت من العارضه وخبطت ومن حسين رودها له وعلى طول هيدروس يحط